السلام عليكم. درس اليوم يتعلق بالحساب التكاملي. نبدأ أولا بنشاط. نعتبر الدالة العددية f x تساوي 2 x حيث x ينتمي إلى R. ألف حدد دالتين أصليتين f كبيرة و g كبيرة ل f على R. ب أحسب f ل 2 ناقص f ل 1 و g ل 2 ناقص g لواحد. جيم ماذا تلاحظ؟ إذن هذا النشاط دالة عددية اف لإكس 2 إكس وهي دالة حدودية. حدد دالتين أصليتين. في الدرس السابق تعرفتم على طريقة حساب الدول الأصلية للدول الاعتيادية وهي دول بسيطة، هناك بعض الجداول وخاصيات. الجواب ألف أف لي إكس تساوي 2 إكس، إكس ينتمي إلى R. لدينا طريقة الدوال الأصلية لأف على R هي أف لي إكس تساوي إكس أس 2، يعني 2 إكس واحد زائد واحد على واحد حسب القاعدة تساوي إكس أس 2 زائد ك، وك ينتمي إلى R. إن هنا درت زائد ما درت زائد ك حيث ك عدد تختاره كيفما. إذن حسب القانون أو القاعدة لتحديد الدول الأصلية للدول الحدودية 2 إكس هنا إكس أس 1 كنزيدو واحد هنا، واحد زائد واحد ونقسمو عليه، إكس أس 2 هي دالة أصلية. إذا زدنا أي عدد ك على الدالة تبقى كذلك دالة أصلية لأن مشتقاتها هي إف. إذا نختار إف مثلا، نأخذ ك تساوي 3 مثلا أو ك يساوي ناقص 5. إذن عندما نعوض ك فتتغير الدالة الأصلية. السؤال حدد دالتين أصليتين. إذن أنت تعطينا دالتين أصليتين أو نترك ك أو عدة دول أصلية. ك ممكن نعتبر عدة دول أصلية. سؤال ب نحسب F لإثنان ناقص F لواحد. بالنسبة نأخذ مثلا F لإكس هي إكس أس 2 و G لإكس إكس أس 2 زائد أي عدد نأخذه ك. F لإثنان تساوي 2 أس 2 ناقص 1 أس 2، 4 ناقص 1 تساوي 3. هذا بالنسبة لـ F. بالنسبة لـ G، G لإثنان ناقص G لواحد يساوي إكس أس 2 أس 2 زائد ك ناقص 1 أس 2 زائد ك. 2 أس 2 ناقص 1 تساوي 3. إذن بالنسبة كما لاحظتم الحساب F لـ 2 ناقص F لـ 1 تساوي 3، وكذلك G لـ 2 ناقص G لـ 1 تساوي 3. معناه اخترنا دالتين أصليتين والفرق لم يتغير، يعني هذا الحساب لا يتأثر باختيار الدالة الأصلية المختارة. ملاحظة جيم أن جي لي 2 ناقص جي لي 1 يساوي اف لي 2 ناقص اف لي 1، حيث اف وجي دالتين أصليتين هي نفس الدالة اف صغيرة. هذا العدد الغير متغير كما قلنا متوحد سنعطيه اسما ورمزا معينا ونسميه بتكامل الدالة اف من 1 إلى 2. هذا العدد الثابت الغير مرتبط باختيار الدالة
الأصلية يسمى تكامل F من واحد إلى اثنان ونرمز له بالرمز استعمل لون آخر تكامل من واحد إلى اثنان F ل X DX يساوي ثلاثة ككتابة أولى. إذن أخذنا الآن فكرة تقريبا عن تكامل دالة على مجال أو بين عددين. يعني كيف حسبنا هذا التكامل؟ F ل 2 ناقص F ل 1. ماذا تعني الدالة F؟ هي أصلية لF صغيرة. معناه لحساب تكامل دالة يجب علينا تحديد دالة أصلية. إذا لاحظوا F صغيرة تكامل هذا رمز أو نعني به كذلك مجموع مجموع من واحد إلى اثنان. هذا المتغير F ل X يمكن تغييره F ل X كمتغير نسميه T U هي عملية. إذن هذه الكتابة هناك كتابة متفق عليها نكتب هكذا F ل X بين معقوفتين من واحد إلى اثنان. إذن أخذنا الآن فكرة عن تكامل دالة أو الحساب التكاملي. في بداية النشاط تعرفنا عن كيفية تحديد أو حساب تكامل دالة بين عددين بتحديد دالة أصلية. دونك غتكتبوا هذا النشاط وتراجعوه. دابا خديتوا فكرة على الحساب أو ما معنى كيف نحسب تكامل دالة ومتى. هناك شروط معينة سنتكلم عنها فيما بعد. ثانيا تعريف وخاصية لتكون F دالة متصلة على مجال E و A ينتمي إلى E و B ينتمي إلى E ولتكون F دالة أصلية لF على E. العدد F ل B ناقص F ل A يسمى تكامل F ل X DX من A إلى B ويكتب تكامل A B F ل X DX F ل X. كتبوا هنا A هنا B تساوي F ل B ناقص F ل A. هذا التعريف العادي للتكامل. إذن قلنا تعريف وخاصية. هناك بعض النتائج المباشرة من خلال التعريف لا داعي لبرهان والبرهان ديالها بسيط. أول خاصية وهي التكامل من A إلى A F ل X دي إكس يساوي صفر. غنخليهاش مع الخاصيات غنديرها مع التعريف لأنها بسيطة. غتولي هنا F ل A ناقص F ل A دونك تساوي صفر لأن A هي B. النتيجة المباشرة الثانية تكامل من A إلى B F ل X دي إكس إلا قلبنا المحدات تولي ناقص F ل X دي إكس لأن هنا F ل B ناقص F ل A وأخرى F ل A ناقص F ل B دونك النتيجة مباشرة. قلنا كذلك إلا غيرنا إيش قلنا في التعريف النتيجة الثالثة وهي ثالثا سنديرو خاصيات لأنها تتطلب بعض البراهين. علاقة شال تكامل من A إلى B F ل X DX تكامل من A إلى C F ل X DX زائد تكامل من C إلى B F ل X DX. لاحظوا قلنا هذا التكامل عنده فكرة كنا في الأول كانت ديال مساحة وكذلك مجموع بين نجمعوا واحد مساحة هذه راه بحال مساحة ألف وأل لأن ضرب عددين مساحة كطول في عرض يعني مساحة من إلى بغينا من A إلى B F ل X DX تنديروا من A إلى C لاحظوا من C إلى B هذا C بالطبع أو B و C تنتمي إلى مجال تكون فيه الدالة متصلة إلى كامل هذاك السي
نو لا بالطبع ضروري مع شرط A ينتمي إلى E B ينتمي إلى E و C ينتمي إلى E F متصلة على E بالنسبة لنا في البرنامج فقط نهتم بالدول المتصلة أن هناك بعض الدول في مستويات عليا ممكن نتكلم عن التكامل لكن لدالة غير متصلة لكن في البرنامج يعني لنا فقط نهتم بالدول المتصلة وكل الدول تقريبا التي نتعامل معها هي دول متصلة سي ا و ب عددا كيحدد لنا المجال تيحدد المجال اه الا كان سي خارج المجال اه هنا ب يعني سي هنا هذا هو سؤالك سي لا ينتمي هل تبقى علاقه شال صحيحه تبقى صحيحه لان الخاصيه على العموم تكامل من ا الى ب درنا من ا الى سي ثم من سي الى ا هناك بعض الاشارات التي ممكن يختزلها وتصبح التعريف الاصلي للداله اف لي سي نطبقوا التعريف اف لي ا ناقص هذيك السي ونشوفوا غتكون اختصار بالسي تختصر اذا علاقه شال تقريبا خدينا فكره هناك الخطانيه يعني من خاصيات التكامل خطانيه لكل عدد الفا ينتمي الى ال بالطبع اف و جي دالتين تكامل الفا اف لي اكس دي اكس من ا الى بي ممكن الفا عدد ثابت خرجوه خارج التكامل ا الى بي اف لي اكس دي اكس ولا يعتبرنا دالتين تكامل ا بي اف لي اكس زائد جي لي اكس دي اكس نديرو التكامل ديال الداله الاولى اف لي اكس دي اكس زائد تكامل من ا الى بي جي ليكس دي ليكس هذا اسم خطانيه يعني جات من خطيه مرتين خطانيه ديك الالف ديال المثنى اذا كخاصيات قلنا علاقه شال طبعا مع شرط وجود التكامل اللي هو الاتصال وقلنا جميع الدول التي نتعامل معها هي دول غالبا متصله على مجال معين